مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في حصتكم ألو فارس. اليوم الخميس راني معاكم مشاهدينا الكرام، راح نخلف لكم الروتار تاع المرة اللي فاتت. يلا مشاهدينا الكرام، اليوم كذلك كما جرت العادة عندكم زوج وصفات راح نقدمهم لكم، وصفات لوالم هذا الوقت اللي رانا فيهم. يلا كراسة السيالة، وما تنسوش الرقم الهاتف اللي حيظهر في أسفل الشاشة، راح نستقبل بإذن الله جميع مكالماتكم. يلا اليوم مشاهدينا الكرام عندنا لوبيا. لوبيا جاب لي ربي يبارك، تقولوا انتم شويه تخيلها في الصيف كيفاش كذا. اليوم اللوبيا راح نديروها بالسيبيا. على بالي دوكا كتقولوا كيفاش راهي راح يدير اللوبيا بالسيبيا. هذه جامي اني تضحك من الهه، هي اللي شرت لي السيبيا، راحت لو ساندي لابيشري دار الدنيا كامل. بارك الله فيك انيا. شوفوا مشاهدينا الكرام، هذه الوصفه هي اسبانيه، ومن خلال هذه الوصفه راح نحيي خويا رضوان. رضوان قول لك بارك الله فيك، لانه هو عطاني هذه الوصفه نقدمها لكم. صدقوني بنينه 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 بزاف. لوبيا بالسيبيا، ماشي لوبيا بالكرعين، اللي ما نديروا لوبيا بالسيبيا. تبعوا المقادير وتبعوا داك التحضير وجربوها ورجعوا لي بالخبر. وكذلك الوصفه الثانيه راح نديروا انديسا اللي يكون بارد، كذلك مقادير بسيطه، وكذلك طريقة التحضير تاعو سريعة وبنين بزاف. يلا نروح مشاهدنا الكرام، الوصفة الأولى اللي قلنا هي لوبيا بالسيبيا. واش عندنا؟ عندكم هنا كمية تاع اللوبيا اللي تشمخوها ليلة من قبل، ديما مفروغ منها ونعرفوها كامل. نديروا لها شوية تاع الماء ويعني نعوموها ونخلوها تتشمخ بيان، هذا باش طيب لكم. عندكم هنا كمية تاع سيبيا زوج ولا ثلاثة اللي تجيبوها وتنقيوها، ولا تقولوا للسيد اللي يبيع السيبيا تقولوا ينقيها لكم. تقطعوها بهذا الشكل. عندنا هنا راس تاع الثوم، ملح، عندنا فلفل قرون ولا فلفل دريس، شوية تاع الكمون، عكري حار، فلفل كحل، عكري حلو، وعندنا زوج مغارف كبار طماطم علب، شويه تاع الزيت والماء باش نمرقوا. طبعا نعاود لكم المقادير، قلنا كميه تاع اللوبيا تشمخوها ليله من قبل، عندكم كميه تاع سيبيا اللي تجيبوها تنقيوها وتقطعوها تغسلوها مليح وتقطعوها هكذا، وعندكم شويه تاع الثوم، راس تاع الثوم، ملح، هنا فلفل دريس، كمون، فلفل عكري، فلفل كحل، فلفل حلو، وعندكم كذلك هنا شويه تاع طوماطيش ولا زوج مغارف كبار طماطم علب. هذه المقادير مشاهدينا الكرام كما راكم تشوفوا، كما نواسيو اللوبيا عاديه، ولكن اليوم راح نديروها بالسيبيا. يلا واش راح نديروا؟ الحاجه الاولى اللي نديروها راح ناخذ اللوبيا تاعي، تبعوني شوفوا، ناخذ هنا نجرة اللي راح نطيب فيها اللوبيا. نحط اللوبيا تاعي هنا، شوفوا اللي قلت لكم تكونوا شمختوها ليله من قبل، نحطها هنا، نحط عليها ماء سخون، شوفوا هكذا بهذه الطريقه. الماء هنا عوموها مليح، لانه على بالكم اللوبيا تاخذ وقت شويه باش تطيب، وكذلك السيبيا تاعي ما غليتهاش في الماء يعني وحدها. شوفوا هكذا، دونك هنا نزيد شويه تاع الماء، قلنا نحطوا اللوبيا تاعنا تغلي، وهنا ما نحط لها ني ملح ني حتى حاجه، نخليها نشمخها ليله من قبل ونحطها في الماء سخون ونخليها طيب. وهنا على بالكم اللوبيا كي تبدا تغلي تبدا تطيب راح تخرج هذيك الرغوه، هذيك الرغوه حاولوا انكم تنحيوها. ناخذ مقله واحده اخرى، انيا كاين رانيا كاين اتصال سوميه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا مرحبا بك سوميه، واش راكي لاباس؟ والله غير الحمد لله، صبر عليك اخي. الحمد لله، الله يهنيك. الحمد لله، تفضلي سمية تفضلي. انقطعت المكالمة، معليش ان شاء الله سمية تعاود الاتصال. تبعوني هنا مشاهدينا الكرام، ناخذ قلنا مقلة، نحط شوفوا هكذا، نحط المقلة تاعي هنا، نحط لها شوية تاع الزيت، هكذا بهذه الطريقة.
هنا لاحظتوا انه هاد اللوبيا ما ندير لها البصل غير بالثوم. شوفوا هكذا نخليو الزيت تاعنا تسخن. قلنا عندكم هنا كميه تاع سيبيا اللي تجيبوها تنقيوها وتغسلوها مليح وتقطعوها بهذا الشكل. نحط سيبيا تاعي هنا نزيد عليها قلنا راس تاع الثوم هكذا بهذه الطريقه. على بالكم غير تبداو تدوزنوا هاد الكراميل مع الثوم تبدا الريحه تاع السيبيا والثوم صدقوني روعه. يلا نزيدوا نستقبلوا مكالمه. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك. الله يسلمك. اش راك فارس لاباس؟ والله غير الحمد لله. واش راكم انتوما؟ الحمد لله والله لاباس الحمد لله. الحمد لله الله يهنيك. منين راكي تكلمينا؟ بومكسا وليت عند دفله. عند دفله مرحبا بك. بومدفع. بومدفع. قولي لي كاش سخانه عندكم ولا والو؟ يا ودي سخانه كلبنا راهي سخانه. ربي يقدركم ان شاء الله. الله يسلمك. الله يسلمك. واش راكم ملاح؟ والله غير الحمد لله الله يهنيك. الحمد لله. حبيت نشكرك برك على حصه. الله يسلمك يطول عمرك. وراكي تجربي؟ راني نجرب باغي نجرب. وقولي لي واش جربتي؟ درت البريوش هذاك اللي درتو لي هذاك. بريوش؟ اي البريوش هذاك اللي درتو شغل الاولي هذاك اللي درتو في الوسط القرصه. اها اها اللي درناه بالتفاح هكذا. لا اروع. بصحتكم بصحتكم. الله يسلمك الله يسلمك. درنا بزاف وصفات ويعطيك الصحه المجهودات اللي راك بارك الله فيها. بارك الله فيك. الله يسلمك. هذا ما كان حبيت نشكرك وراك دير لنا كل شيء نحوسوا عليها وانا نصيبوا عندك. الحمد لله الحمد لله. هذه هي مالا ربي يعاونك. بارك الله فيك. شكرا لك يعطيك الصحة. شكرا. شوفوا هنا مشاهدينا الكرام قلنا نحطوا شوية تاع الزيت نحطوا السيبيا تاعنا ثوم ملح كمون فلفل كحل نزيد شوية فلفل كحل هنا هكذا نزيد هنا العكري هكذا شوفوا هكذا شوفوا هذا باش تشوفوا مليحه راح نقلب هذه من لهنا هذا باش تشوفوا شوفوا نقليو هاد السيبيا هكذا ونحط هاد اللوبيا هنا قلنا طيب شوفوا معايا نقليه وقلنا هاد السيبيا مليح ولاحظتوا انه هاد السيبيا ما غليتهاش في الماء وحدها ما كنتش ندير كي نشوف اللوبيا تاعي بدات تغلي راح نحط ندير لها هاد السيبيا ونخلي اللوبيا والسيبيا تاعنا يطيبوا مع بعض شوفوا هكذا هكذا نقليو مليح هنا اللوبيا تاعنا شوفوا هي بدات تغلي تدخوني ريحة ولا أروع. يلا نستقبلوا مكالمة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وشك فارس لاباس؟ والله غير الحمد لله. واش راهم ناس سعيدة؟ العلمة 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 هي سعيدة. يلا واش راكم لاباس؟ والله غير لاباس الحمد لله الله يهنيك. والله من وقتها عييت نحاول باه نحكمكم اليومين كان معايا الحظ. اليوم هو الحضرة ومعاك. كان معايا الحظ. مرحبا بك. بك مرحبا. والله الوصفات تاعكم كل ما شاء الله. الله يسلمك بصحتكم. يعيشك. بصحتكم. وراكي تجربي. احنا نجربوا ايه. الحمد لله الحمد لله. والحاجة اللي نديروها نشوفوا فيها نتبعوا عليكم ونديروا. يلا بصحتكم بصحتكم وهاكم تنجحوا. راكم تنجحوا في الوصفات. ما شاء الله احنا ننجحوا ايه. الحمد لله الحمد لله. فارس. نعم تفضلي. وليدي كثروا لنا من العصائر والكلاص. العصائر والكلاص. ايوه.
والكريبون اللي درتو واللي قدمته لكم جربتيه؟ نعم. قلت لك الوصفه تاع الكريبوني وشوكولا وفاني. فاتتني كنت مكانش في الدار. سيداتي نقصينا شويه التلفاز تاعك وسمعينا من الهاتف كذا باش نسمعوك مليح. ما كنتش في الدار. اي يلا ما كاش مشكل. ما كاش مشكل. نعاود لكم ان شاء الله لي كلاص بطريقه واحده اخرى. شوفوا هنا مشاهدينا الكرام، قلنا غير شوفوا اللوبيا تاعنا بدات تغلي، نحط هاد السيبيا تاعي هنا في اللوبيا. وطبعا انتم ما عندكم كوكوطه في الدار ما نقولكمش لا هكذا باش تضمنوا اللوبيا تاعكم طيب. سقوني ريحتها بزاف تبان بنينه. شوفوا واش ندير هكذا ونخليه. وقلنا اللوبيا تاعنا والسيبيا يطيبوا. هنا راح واش راح نزيد؟ راح نزيد كميه تاع طماطم علب ولا معجون طماطم. شوفوا معايا جربوها وعلى بالي ماكوش رايحين تندموا عليها وخفيفه بزاف. نزيد شويه هكذا بهذه الطريقه ونخليو كما كنتوا تشوفوا هنا وصفه ماشي يعني ماشي صعيبه وصدقوني خفيفه بزاف هكذا. دونك هنا قلنا نخليو اللوبيا تاعنا طيب هكذا بهذه الطريقه. وفي الاخير نزيد هنا نسيت مرميتش هذا الفلفل كرون هاوليك نحطه هنا بالفوق ونخليها طيب. يلا نزيدو نستقبلوا مكالمه. الو الا السلام عليكم. السلام عليكم عمو واش راكي لاباس؟ الا نعم ألاء بني صافي. نعم أسكن في سيدي صافي. نعم ألاء واش قلتي لي؟ أسكن في سيدي صافي ألاء. والله ما سمعتها. ألاء نعم أكيد تسمعي فيا؟ نعم. شحال في عمرك؟ لا أفاتك ولا أروع. شحال في عمرك ألاء؟ شحال؟ 7 سنوات. واش عمو واش فاتك ولا اروع؟ وانت يا ولا اروع؟ عمري 7 سنوات. نعم الاء عمري 7 سنوات. الله يبارك الله يبارك الاء. وراك تدخلي مع ماما الكوزينه؟ ولا اروع عمو. وانت ثاني ولا اروع؟ بارك الله فيك الاء. يلا تفضلي. ايه ادخل مع امي نعم للكوزينه. تدخلي مع ماما الكوزينه؟ نعم. وش طيبت ماما قولي لي؟ ماما دارت لنا الحاجب ولا اروع. بصحتكم الاء بصحتكم. بارك الله فيك الاء شكرا لك يعطيك الصحه. يلا مشاهدينا الكرام شفتوا الوصفة للحي من خلالها قلت لكم رضوان رضوان اللي يقول له بارك الله فيك وقلنا هذه وصفة إسبانية في إسبانيا يأكلوها بزاف لوبيا بالسيبيا صدقوني بنينة بزاف بزاف. نحييه ونحيي زوجته أم ملاك اللي ودراري كذلك نحييكم تحية كبيرة لكم وإن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. يلا نزيدوا نستقبلوا مكالمة. ألو الو السلام عليكم سيداتي مرحبا بك. سلام خويا فارس لاباس حتك؟ لاباس لاباس والله غير الحمد لله. واش راكم نتوما؟ واش راكم واش رام ليكيب معاكم؟ لاباس ميسي المكامل عليكم صحتكم والله غير الحمد لله خويا. الحمد لله. انا مقليعه. مقليعه مرحبا بك. يسلمك رشيده مقليعه. رشيده مقليعه مرحبا بك يا رشيده. يسلمك خويا.
نهنيكم على هذه الحصه، يعطيكم الصحه. بارك الله فيك، شكرا لك. استفدنا منها بزاف بزاف. الحمد لله الحمد لله، هذا هو الهدف من هذه الحصه. الحمد لله. يسلمك، وصفتك ولا اروع من فوق. بارك الله فيك، شكرا، يعطيك الصحه. شكرا خويا، يسلمك وربي ان شاء الله مازال يزيد من النجاحات. واش درتي فطور اليوم؟ ما درت بوزلوف. واش درتي؟ بوزلوف تاع العيد. تاع العيد درتي عليه؟ خلاص لا لا، اليوم دشنتو طونك راجلي صايم، دشنتو اليوم. يلا بصحتكم، بصحة والراحة. يسلمك. واش درتي؟ واش درتيها بوزلوف؟ شطيتها شطيتها. ودرتي شوية خل من الفوق؟ درتو الخل وشوية بالمعدنوس، حنا قلعين هكذا نديرو. بصحتكم بصحتكم. يسلمك خويا فارس. بارك الله فيك. ويعطيكم الصحة وسلامي كاع لافامي عماري ولافامي توراي. بارك الله فيك، إن شاء الله يكونوا يسمعوا فيك، نحييهم تحية كبيرة كبيرة كبيرة. يلا مشاهدينا الكرام، اللوبيا تاعنا راهي طيب كما راكم تشوفوا، صدقوني جربوها ماكوش رايحين تندموا عليها، بنينه بزاف بزاف. لوبيا بسيبيا، حنا نعرفوا لوبيا بالكرعين، نعرفوا لوبيا بسلو طوماطيش، نعرفوا لوبيا شريبه. اليوم جبت لكم هذه الوصفه صدقوني راح تعجبكم بزاف بزاف. هاي لك اللوبيا تاعنا، راح نخليوها شوفها بدات تغلي، دونك اللوبيا طيب مع السيبيا هذيك. مشاهدينا الكرام، الوصفه الاولى خلاص، نروحوا فاصل قصير ونعاود نوليو، وراحين نقدم لكم تحليه بارده سهله وسريعه باش تحضروها. يلا خليكم بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، كما راكم تشوفوا الوصفات تاع نهار اليوم راهم حاضرين وجاهزين امامكم. الوصفه الاولى اللي كانت لوبيا بالسيبيا، هاي لك شويه كمون من الفوق، وتحبوا ديروا شويه خل ما نقول لكمش لا لا. وصدقوني وصفه ولا اروع ولا اروع ولا اروع. قلت لكم من الفوق زيدوا لها شويه تاع الخل، خل طبيعي هاوليك هكذا من الفوق. وبالصحة والراحة، صدقوني بنينة بزاف، جربوها ورجعوا لي بالخبر. والوصفة الثانية اللي كانت عبارة عن تحلية سهلة وبسيطة، تخليوها في الثلاجة تشد روحها وتقدموها وزينوها بالشيء اللي يكون عندكم في الدار وتقدموها، بنينة بزاف بزاف وخفيفة. يلا مشاهدينا الكرام، هذا من الوصفات تاع نهار اليوم، راح نتلاقى بكم إن شاء الله يوم السبت. يوم السبت راح تكون معايا ضيفة اللي رايحين نشوفوا معها وصفتين ان شاء الله باذن الله. يلا مشاهدينا الكرام، قبل ما نروحوا لنهايه هذه الحلقه عندي واحد الاهداءات صغار صغار صغار. اهداء من ام عبد الرحمن اللي تهدي تحيتها لحفيدها بالعيد اسحاق، اللي عيد ميلاده اليوم 13 اوت، نقول له عيد ميلاد سعيد بالعيد اسحاق، عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بخير وعقوبه ل 100 سنه ان شاء الله، ربي يخليك لوالديك وموانك تحبك بزاف بزاف. كذلك نهدي تحيه كبيره للاب والام تاع اسحاق، نقول لهم ربي يطول في عمركم. وكذلك تحيه لوائل شريطيه، وائل ولا الشاف وائل، الشاف الصغير وائل، اللي نحييك تحيه كبيره كبيره، هو يعني متابع وفي لبرنامج الو فارس ويحب يطيب. وائل شريطيه اللي نسلم عليك بزاف بزاف وان شاء الله تكون بخير وعلى خير. وكذلك تحيه كبيره كبيره من عند ام مامي لصديقتها ولا اختها مامي ولا صديقتها اختها بالناصر رقيه، تحيه كبيره للسيده بالناصر رقيه. نقول لكم مشاهدينا الكرام بارك الله فيكم، خليكم اوفياء لحصتكم الو فارس. راح نكون معكم يوم السبت، قلت لكم مع ضيفه اللي تكون معايا، راح نشوفوها نهار السبت. من هذاك الوقت مشاهدينا الكرام، تهلاو في روحتكم وتهلاو في صحتكم، وتقبلوا تحياتي وتحيات الطاقم التقني اللي خدم معايا اليوم، مامي كادر انيا شفيقه كريم ديدين زكي الياس وبيان سور رانيا اللي استقبلت جميع مكالماتكم. رونج روفر، بارك الله فيكم مشاهدينا الكرام، راح نتلاقى بكم يوم السبت، مع السلامه.